في سؤال هنا يطرح نفسه الآن ثار في ذهني أيها الإخوة، هذا النمط من البشر، هذا النمط من الخطاب واضح جدا نظريا وعمليا أنهم أبعد، لا أقول من، أبعد خلق الله من إرادة السعادة والخير والنجاة لعباد الله. مش ممكن يكون الذي يفرح فرحا مجنونا بتكفير الناس وكفر الناس، وهذا كفر وهذا تزندق وهذا مشرك وهذا مبتدع، يفرحون بهذا بشكل غير طبيعي حتى لم يكد ينجو منهم أحد. شيخ قرضاوي كفروه، الشعراوي كفروه، الشيخ الألباني كما قلنا مرجئ، سلمان العودة حكوا فيه ما شاء الله، عائض القرني ما فيش واحد حتى من أبنائهم، ما في، كله كافر زنديق إبليس ملعون كذا عميل مدفوع، شيء غريب جدا جدا، يفرحون فرحا مجنونا بتكفير الناس. طبعا لا يعيشون ايه بغير تكفير وبغير كفار وبغير كفر، هم يعيشون بهذا اصلا. جميل جدا. ثم يفترون الكذب على عباد الله البراء، يؤلفون من عندهم تأليفا ويقتطعون، يقتطعون الكلام. انا اقول لك كلام الله يمكن ان يقتطع وسيخدم اهداف نقيضه لاهداف كلام الله وبسهوله، كما قال ابو نواس الحسن بن هانئ: ما قال ربك ويل للأولى سكروا ولكن قال ويل للمصلين. الله قال فعلا ويل للمصلين، اقتطع أنت. وسوف تأتي من القرآن بمقتطعات كثيرة أيها الإخوة تخدم أهداف ضد القرآن الكريم. لا أحد ينجو من هذا، هذه عملية سهلة جدا وسخيفة رقيعة، يعني كل أحد يحسنها، يفعلون هذا ويكذبون ويعلمون أنهم يكذبون ويعلمون أن الناس يعلمون أنهم يكذبون ولكن يكذبون. تعرفون لماذا؟ الانهيار ليس في العقل والمنطق، في القيم أيضا والسلوكيات، لا حياء، لا يخجلون، يكذبون على الجماهير ويقسمون الأقسام المغلظة، ثم يظهر كذبهم بالألوان بالصوت والصورة، ثم يزعقون في نفس اليوم باسم الدين. أين الحياء؟ أين الخجل؟ لو كان عند هؤلاء ذرة حياء لدفنوا أنفسهم بالحياء كما يقال، لدفنوا أنفسهم في بيوتهم. لكن إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، الانهيار على كلا مستويي العقل والمنطق والقيم والسلوك أيضا. طبعا هناك قصص وأشياء تصلنا من أشخاص ثقات، أشخاص لا أستطيع على منبر رسول الله أن أذكرها أصلا، والله العظيم تقشعر لها الأبدان، انحرافات مسلكية خطيرة من أخطر ما يكون، وبنسب مدروسة، نسب في دولهم مدروسة، نسب 60% 70%، شيء مخيف جدا جدا جدا. تعرفون لماذا؟ لأن هؤلاء كما قلت يكذبون حتى على أنفسهم، ليس على الناس، يكذبون على أنفسهم ويصدقون، يصدقون إيه؟ أنفسهم بكذبهم والعياذ بالله. طيب السؤال، إذا كان هؤلاء بهذه المثابة أو منهم من هو بهذه المثابة، فلما يحرصون الحرص الشديد المسعور على دعوة الناس وتحشيد الناس؟ هي مش دعوة، تحشيد. تعرفون التحشيد؟ تعبئة، زي تعبئة الجيش يعني، تحشيد، كراود، يجعلون الناس حشداً. لا رغبة في خير الناس أبداً، لا والله، ما رغبوا خير الناس ولا يرغبونه إلا من رحم الله منهم، ولكن رغبة في خلق هيراركية تراتبية يتسنمون هم فيها ذرى الحكم والتوجيه أيها الإخوة، ليكونوا هم الشيوخ، هم العلماء، هم القادة والموجهين. هذه قصة، انتبهوا، وهذا يستحيل أن يتم لهم بغير التحشيد، والتحشيد لا يتم بغير ماذا؟ الامتثالية والعبودية. امتثالية، سمعنا وأطعنا، هذا كفر هذا إيمان، سمعنا وأطعنا، افعلوا هذا تفعلوا، سمعنا وأطعنا، ممتاز جدا جدا. قطيع، أنت الآن أمام قطيع، هذا القطيع يمكن حشده في ساعات في أيام بأكاذيب باهتة صفراء لا طعم لها ولا لون، وبعد ذلك أنت إيه؟ تعتلي ذروة إيش؟ التوجيه على أنك شيخ المشايخ وعالم العلماء. كارثة، كارثة من الكوارث تحصل يا إخواني، كارثة حقيقية. قبل أكثر من نصف قرن، لعلي ذكرت هذا مرة، المفكر الألماني الكبير شفايتسر قال، ألبرت شفايتسر قال: المستقبل سيكون للأديان الأخلاقية. وهذه عبارة ذكية جدا جدا جدا، وأنا أحدث بصوابها. قبل ألبرت شفايتسر، ألبرت أينشتاين أيها الإخوة صاحب النسبيتين كتب يقول: أنا أرشح الديانة البوذية لتكون ديانة المستقبل الكونية. عجيب، ليه البوذية يعني؟ قال: البوذية هي حتكون ديانة المستقبل، مش أي ديانة أخرى، مش دينته، مش ديانته اليهودية مثلا. طبعا ولا يستثني أي ديانة أخرى. لماذا؟ قال: لأسباب تتجنب الإله الشخصي، وهذا كلام مجال نقاش طويل. اثنين، تتجنب الخلافات اللاهوتية،
50,000 فرقة و50,000 نقاش وبروتستانت 1,000 فرقة في أمريكا الآن، بروتستانت 1,000 فرقة، بروتستانت كلهم 1,000 ها، ونقاشات الكاثوليك وشيء عجيب، وفي الإسلام طبعاً إيه معتزلة وخوارج كذا، ممكن نقول هذا يعني. ثالثاً ويجتمع فيها، يتضافر فيها الروحي مع الطبيعي، ولحظات قابل النقاش قابل، واحد يقول لي إيه الإسلام، والإسلام اليوم أكثر انتشاراً. أنا أقول لكم باختصار كما نلاحظ، على الأقل قد يكون هذه ملاحظة انطباعية، أكثر الناس الآن يفلحون في نشر الإسلام جماعة الدعوة والتبليغ، جماعة غلابة طيبون على باب الله كما نقول، علم قليل ها، دعاوى يسيرة جدا، ما في دعاوى ها، ناس بسطاء جدا جدا جدا. تعرفوا لماذا؟ على أسس أخلاقية. الغرب يرى التواضع، الربانية، خدمة الناس، الابتسامة الدائمة على الوجوه ها، فقول هذا دين عظيم جدا، ندخل في الدين هذا، يلا توكلنا على الله ببساطة. هؤلاء لهم الآن أكبر الفضل في نشر الإسلام، جماعة الدعوة والتبليغ، مش أقطاب السنة ولا أقطاب الشيعة الذين يفتي بعضهم إيه بكفر بعض وذبح بعض، لا 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 لا، هم هؤلاء الغلابة يعملون إيه ببساطة، من غير عزيز ومن غير إيه طحين كبير أيها الإخوة، طحن جعجعة. نعود الآن إلى المسألة، لماذا لا تنتشر الهندوسية؟ طيب مدام تحدثنا عن ديانات شرق أقصوية بوذية، والهندوسية أين هي؟ الهندوسية من أكثر أديان العالم تسامحاً، الهندوسية تقبل الجميع، ترى كل الأديان والمية والأفكار طريق إلى الله، ديانة متسامحة تماماً. تعلمون لماذا؟ إذا كان الكلام عن الديانة الأخلاقية وفق تعبير شفايتسر، فالهندوسية تسامحها لا إنساني، تسامح لا أخلاقي، هذا تحليل الشخصي أنا. ليه؟ لأنه مؤسس على اللا أخلاقي وعلى اللا إنساني. المؤسس شانكارا في الهندوسية وافق أن يستعبد البشر بعضهم بعضا وأن يتملك البشر بعضهم بعضا، قالوا هذا عادي، هذا أمر أخلاقي، لا هذا لا أخلاقي وهذا لا إنساني. نظام الطبقات المخمس هذا الصارم جدا جدا الذي يمنع أن يتحرك أو يتزحزح أي أحد من طبقة إيه إلى طبقة أعلى، ممنوع ممنوع. شانكارا قال هذا شيء طبيعي ممتاز، هذا ممتاز، مثل أرسطو أفلاطون، ما ينفعش. البوذية بالعكس تخففت من هذا تماماً، وهي نسخة منقحة جاءت، تخففت من هذا تماماً. طيب الآن السؤال الذي يطرح نفسه، والإسلام؟ الإسلام ليس لأنني مسلم عنده عطاء أعظم من كل هذا الكلام كله والله العظيم، لكن المشكلة ليس في الإسلام كما هو، المشكلة في الإسلام كما ينتج في خطاب المسلمين اليوم أو في خطاب الإسلاميين، في خطاب هؤلاء النفر من الناس بالذات أيها الإخوة. لا 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 يمكن أن يكون هذا الإسلام صالحاً للتعميم والكوننة والعولمة، لا يمكن لا يمكن، هذا ستخشعر منه أبدان العالمين. هذا الإسلام، الإسلام الذي يصف أختك وأمك، اتصل بأحد هؤلاء المساكين وهو شاب متعلم وأمه ناشطة، قال لي أقسم بالله، قال أمي فاضلة لا تقطع فرضاً، لا تقطع فرضاً، هي علمتني الدين، حببتني في الدين، ولكنها قالت سأقود السيارة، قيادتي لسيارتي أشرف من أن يقود بي فلبيني أو هندي، لا ليس من محارمي، وأن يخلو بي سأخذها بنفسي. يا أخي لماذا؟ قال وخرج الشيخ فلان فلان، نعرفه، أنا لا أذكر أسماء الحمد لله، خرج يقول الفاسقة، أنا سمعته يقول أقل ما أقول في هذه المرأة إنها فاسقة. فاسقة؟ هكذا تنتهك أعراض المسلمات المصونات يا رجل، يا شيخ يا صاحب الفتاوى، ألوف الفتاوى له على الموقع، موقعي في الإنترنت، قال أقل ما أقول فيها إنها فاسقة. أنا وهذا الرجل أبو محمد كنا في حجة مرة وتركنا صحن الكعبة المشرب بعد صلاة الفجر ساخطين غاضبين، هذا هو، تعرفون لماذا؟ جلس أحد هؤلاء المشايخ، لا أقول علماء، شيخ يدرس عن النقاب، وجهة نظر يا سيدي، كن مع النقاب، نحن مع الحجاب أو مع الجلباب بلا نقاب، ما المشكلة؟ العلماء اختلفوا ولا يزالون في هذه المسألة، الأمة. قال وكل من لا ينقب زوجته ولا يلزمها بالنقاب ديوث. قلت له اخرج يا فوز، نحن ديوثون، ما عدت أجلس في هذا المكان، صح؟ قلت له سأهرب من هذا المكان، لقد سببنا. أي منطق هذه يا أخي؟ ستصدر الدين بهذه العقلية؟ بهذا الانغلاق؟ بهذا التعصب؟ بهذه القطعية؟ سببتم هنا وسببتم أعراضنا وسببتم شرفنا، ماذا بقي للناس؟
ليفينياس كتب مرة يقول: الإنسان ما يفرق بينه وبين غير الإنسان أن الأول هو من يكترث إيه بالآخرين. كل من عنده اكتراث بالآخرين هو الإنسان، اكتراث بمشاعرهم، بأحاسيسهم، بأوضاعهم، بظروفهم، بشروطهم، تفهم لها، هو هذا الإنسان. فأي خطاب غير إنساني ينتجه ويمضغه هؤلاء البشر من الناس، هؤلاء الأنفار من الناس. نسأل الله لنا ولهم والمسلمين والمسلمات أجمعين الهداية والتسديد والتوفيق، وأن يجعلنا الله ممن يسمع ويبصر وممن يفقه ويعقل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.